معكم نبدأ هذه السلسلة الجديدة، سلسلة المئات. عن ماذا نتحدث في هذه السلسلة؟ في كل فيديو من فيديوهات هذه السلسلة نستعرض 100 نقطة من النقاط التي تقترحوها أنتم. في هذا الفيديو مثلا سنتحدث عن أكثر 100 كلمة استخداما في اللغة التركية مع مثال باللغة التركية عن هذه الكلمة ونكتبه أيضا باللغة العربية. الفيديو القادم أيضا جهزته من الآن وهو ما هي أكثر 100 جملة يكررها أردوغان. من المعروف أن أردوغان يستخدم اللغة التركية بشكل مبدع، وقوته في اللغة هي أحد أهم أسباب شعبيته الكبيرة طبعا إلى جانب إنجازاته. ما هي المواضيع التي تقترحوها ضمن هذه السلسلة؟ أكثر 100 كلمة مستخدمة في المشافي، أكثر 100 كلمة مستخدمة في المطارات، أكثر 100 كلمة تتعلق بمادة الرياضيات، أكثر 100 كلمة تتعلق بمادة العلوم، وهكذا يمكن أن نتوسع في هذه السلسلة لتكون لنا دعامة قوية ومسند قوي في محادثاتنا في اللغة التركية حسب المواضيع التي تهمنا والمواضيع التي نحتاج إليها. هذه السلسلة هل تغني عن دراسة اللغة التركية بمستوياتها؟ لا أبدا. دراسة اللغة التركية بمستوياتها هو مثل تأسيس البنيان، مثل بناء القصر اللغوي في أذهاننا. الأساسات والأعمدة والإسمنت مهم جدا ليكون عندنا بناء قوي، لكن هذا البناء لا يكفي لأن نعيش فيه إن لم يكن فيه أبواب وشبابيك وإنارة وديكور ومفروشات وأشياء أخرى. اللغة التركية بمستوياتها هي أسس وهيكل البنيان اللغوي، وهذه الفيديوهات تقوم بتغذية اللغة وهي بمثابة الديكورات والمفروشات والأشياء المستخدمة للترفيه والزينة. هي تغذي لغتنا، تقوي لغتنا، لكنها لا تغنينا أبدا عن دراسة اللغة بمستوياتها، كما أن كرسيا جميلا لا يغنينا عن البناء، كما أن البرادي الغالية لا يمكن أن تفيدنا إن لم يكن عندنا بناء قوي صامد، وإلا فمع أول هطول مطر، مع أول هزة أرضية ينهدم البناء. إذن نحتاج لدراسة المستويات كاملة، وإضافة إلى هذا هذه الفيديوهات تغذي ما درسناه، تقوي ما درسناه، تزيد قدرتنا على المحادثة. هذه الفيديوهات وكثرة الاستماع والتقليد بصوت مرتفع. أيضا حفظ الكلمات لا يجعلنا طليقين في المحادثة، لابد من أن نجمع مع الكلمات جمل، لذلك مع كل كلمة أتيت لكم بجملة. ومعادلة النجاح في المحادثة هي كلما استمعت وقلدت أكثر كلما كانت عندك محادثة أقوى. ندرس اللغة وهكذا، لكن استماع وتقليد يساوي قوة محادثة. استماع وتقليد من دون دراسة للمستويات يساهم في التعليم لكنه يكون بطيء جدا جدا. دراسة المستويات مع استماع كثير وتقليد كثير يقوينا في اللغة بسرعة، وبعد فترة محددة من هذا التدريب يصبح الإنسان طليق باللغة وكأنها لغته الأم. فهيا بنا للإطلاع على أكثر 100 كلمة استخداما مع أمثلة عنها. كلمة الأولى إف بيت، كلمة مشهورة جدا من أكثر الكلمات استخداما. بو إف تشوك غوزال، هذا البيت جميل جدا، هذا البيت جميل جدا. بكي، هذه مكتوبة باللغة الإنجليزية وليس بالتركية. الجملة الكلمة الثانية بان، من أكثر الكلمات شيوعا يعني أنا. مثال بان يرن أكولا جيدا جام، أنا سأذهب إلى المدرسة غدا. بان أنا يرن غدا أكل مدرسة آئلة جيدا جام سأذهب. الكلمة الثالثة سان، أنت من أكثر الكلمات شيوعا. سان بوغن نصل سن، سان نصل سن، أنت كيف أنت؟ بقولنا اليوم كيف أنت اليوم، كيف حالك اليوم. الكلمة الرابعة كتاب، أيضا من الكلمات المشهورة. بكتاب أكدنمو، أكدنمو هل قرأت بكتاب هذا الكتاب؟ مفعول به. بكتاب أكدنمو هل قرأت هذا الكتاب؟ الجملة الخامسة يمك طعام، أكشم يميندا نيجاز، ماذا سنأكل نيجاز؟ أكشم يمي طعام العشاء دافي، ماذا سنأكل نيجاز في طعام العشاء، في طعام العشاء أكشم يمين ده، ماذا سنأكل في وجبة العشاء؟ ممكن أن نقول هذا أيضا. الجملة السادسة أكل، عفوا الكلمة السادسة أكل مدرسة. أكلا هير جن أتوبوسلا جديورم، أكلا جديورم أذهب إلى المدرسة، أكل مدرسة آئلة. هير جن كل يوم، أتوبوسلا بالباص أذهب إلى المدرسة، أكلا جديورم يوميا هير جن بالحافلة أو بالباص أوتوبوس لا. الكلمة السابعة بوغن تشوك إي هستديورم، بوغن اليوم، تشوك إي جيد جدا هستديورم أشعر اليوم، اليوم أشعر بتحسن كبير. بوغن تشوك إي هستديورم، إي يعني جيد جيد. الكلمة الثامنة جزال جميل، بورسيم تشوك جزال، هذه الصورة جميلة جدا، هذه الصورة جميلة جدا. تسعة ساعات،
مثال ساعت كاتش. ساعت يعني ساعة. ساعت كاتش كم ساعت، كم الساعة، كم الساعة، كم الساعة. نقول كم الساعة. الجملة العاشرة أربا سيارة، أو الكلمة العاشرة أربا سجمي سيفيوروم، سيفيوروم أحبه، سجمي قيادة الأربا السيارة، أحب قيادة السيارة أربا سجمي سيفيوروم. الجملة الحادية عشر بارا، الكلمة الحادية عشر. مثال paranızı nerede saklıyorsunuz؟ nerede أين، nerede تكتب، nerede تقرأ، nerede paranızı مالكم saklıyorsunuz تخبئونه، nerede أين، أين تخزن أموالك، أين تخبئ أموالك أو أموالكم هنا للجمع. إذن paranızı nerede saklıyorsunuz أموالكم، يوجد حرف الميم بعد الكاف. الكلمة الثانية عشر şimdi الآن. şimdi konuşabilir miyiz، ممكن نتحدث الآن. şimdi الآن، konuşabilir يستطيع الحديث، miyiz هل نحن، هل نحن نستطيع الحديث الآن، هل يمكننا التحدث الآن. şimdi konuşabilir miyiz. الكلمة الثالثة عشر iş عمل، işte في العمل، çalışmak الشغل في العمل، zorundayım zor zorunda مجبر، أنا إذن أنا مجبر أن أعمل في العمل. çalışmak العمل يعني القيام بالعمل، الإش هو العمل بحد ذاته يعني يجب أن أمارس العمل. işte çalışmak zorundayım أنا مجبور أن أمارس العمل، يجب أن أعمل هنا. هنا ما في عندنا كلمة هنا. işte çalışmak zorundayım يجب أن أعمل في العمل وليس يجب أن أعمل هنا، هنا خطأ في الترجمة اعذرونا. الكلمة الرابعة عشر بابا أب. بابام أبي يرن غدا دوم جنو ذكرى الميلاد كتلمسي يبيور. إذن أبي غدا يفعل يبيور، دوم جنو كتلمسي احتفال ذكرى الولادة. إذن غدا أبي يحتفل بذكرى ميلاده، والدي يقوم بحفلة عيد ميلاده غدا. بابام يرن دوم جنو كتلمسي يبيور، بابام يرن يبيور أبي غدا يعمل دوم جنو كتلمسي، هذه ممكن نعتبرها قالب واحد احتفال ذكرى يوم الميلاد. الجملة الخامسة عشر أنم، أني أم، أنم أمي هير جن كل يوم يمك بشرير، يمك طعام، بشرير تطبخ. أمي كل يوم تطبخ الطعام، والدتي تطبخ كل يوم، تطبخ الطعام يعني تطبخ، يكفي أن نقول تطبخ، والدتي تطبخ كل يوم. نعم. الكلمة السادسة عشر içmek الشرب. مثلا içecek bir şey var mı، var mı هل يوجد، bir şey شيء، içecek سيشرب يعني سنشربه، içecek içmek شرب، كلمة içecek تأتي بمعنى مشروبات، فصارت الجملة هنا معناها هل يوجد شيء من المشروبات، إتشجك بير شيء وارم، هل هناك شيء للشرب، ما عصير وما شابه هذا. جر مك رؤية، جر أصل فعل جر يعني شوف، ر شوف. geçen hafta الأسبوع الماضي onu gördüm، görmek رؤية د ماضي أنا، إذا رأيت gördüm onu هو رأيته geçen hafta الأسبوع الماضي، رأيته الأسبوع الماضي. الجملة أو الكلمة الثامنة عشر gülmek ضحك. نقول bu hikaye beni güldürdü، bu hikaye هذه الحكاية، beni لألي، gül ضحك اضحك يعني güldür اضحك جعله يضحك، دو ماضي güldürdü اضحك، إذن هذه الحكاية beni güldürdü اضحكتني güldürdü. نعم. الكلمة التاسعة عشر شرك أغنية. مثال بو شركي دينليوروم، دينليوروم أستمع، بالعربية نقول أستمع إلى، بالتركية نقول أستمعه، إذن أستمع الأغنية هذه، أستمع لي هذه الأغنية، هنا الـ لاحقت المفعول به بمعنى لي، إذن بو شركي دينليوروم أستمع هذه الأغنية، هنا وضعنا مفعول به ولم نضع حرف الجر إلى، الإلى بالتركية معناها A أو A. المهم نستمر. الكلمة العشرين أيومك النوم. مثال ججا جج ساعت لرى كدر أيودم، ججا
أيدم. ليلا جج أيدم نمت جت ساعت لرا كدر كدر أكدر أكدر، هذه كلها مع بعضها قطعة واحدة حتى. إذا نمت ليلا حتى ساعات متأخرة، جيتش متأخر، ساعات لر ساعات. تكرار ماذا نقول؟ نمت ليلا جج أيدم جيتش ساعات لرا كدر حتى ساعات متأخرة. نمت ليلا حتى ساعات متأخرة، هنا قال نمت حتى ساعات متأخرة من الليل، المعنى تقريبا صحيح. الكلمة 21 يول طريق، مثال بو يولجلوك، الآن طريق يولجو بيصير معناها مسافر، يولجلوك سفر. يعني نحن نأخذ الكلمة التركية، الكلمة نفسها ممكن نشتق منها عشرات الكلمات، وهذا الشيء يجعل اللغة التركية سهلة، لأنه نحفظ كلمة يول ونستطيع أن نعمل من يول طريق، بنعمل منها يولجو مسافر، بعدها بنعمل يولجلوك السفر، ممكن نضع لواحق أخرى فبصير عندنا كلمات أخرى، وهذا بيخلينا من كلمات صغيرة قليلة نتكلم بأشياء كثيرة. المهم الكلمة 21 يول طريق بيولجلوك هذا السفر نكدر سرجك، نكدر كم سرجك سيستمر، سرمك استمرار. إذن هذا الطريق كم سيستمر؟ نعم بيولجلوك معناه هو ليس هذا الطريق، هذا السفر يول لوحدها طريق. إذن بيولجلوك هذا السفر نكدر سرجك كم سوف يستمر، المعنى ممكن نقول ما مدة هذه الرحلة؟ بيولجلوك، يولجلوك ممكن نترجمها رحلة. نكدر سرجك كم سيستمر يعني ما هي مدته. الكلمة 22 رينك، رينك معناها لون، مثال فافوري رينك اللون المفضل، فافوري رينجيم لوني المفضل مافي الأزرق، إذن لوني المفضل هو الأزرق، فافوري رينجيم مافي لوني المفضل هو الأزرق. الكلمة 23 فوتوغراف صورة، مثال بو جزال منظري فوتوغراف لمك استيورم، مثلا فوتوغراف وضعنا لها لمك صارت تصوير، فوتوغرافن تشيك مك، فوتوغرافن المك ممكن نقول. إذن بو جزال منظرة، منظرة كلمة عربية منظر إطلالة، بو جزال منظرة هذه الإطلالة الجميلة، بو جزال منظري فوتوغراف لمك استيورم، أريد استيورم فوتوغراف لمك تصوير، بو جزال منظري هذه الإطلالة الجميلة. نرى كلمة فوتوغراف استطعنا أن نشتق منها فعل أصور، هذا كما قلت يسهل اللغة التركية، لأنه نعرف لغة، نعرف كلمة واحدة ومن خلال هذه الكلمة ممكن نعمل عشرات الكلمات. إذن أرغب في تصوير هذا المنظر الجميل، أرغب أريد استيورم تصوير فوتوغراف لمك بجزال منظرة هذا المنظر الجميل، بجزال منظري فوتوغراف لمك استيورم، أريد تصوير هذا المنظر الجميل أو هذه الإطلالة الرائعة. الكلمة 24 سجاك ساخن، مثال بوغن هوا çok sıcak، bu هذا gün يوم، bugün هذا اليوم يعني اليوم الذي نحن فيه، هوا الطقس، الهوا كلمة عربية أصلها عربي، اليوم الطقس çok sıcak، sıcak حار çok جدا، إذن اليوم الطقس حار جدا، الطقس حار جدا اليوم، bugün هوا çok sıcak. الكلمة 25 sokak شارع، مثال parkın yanındaki sokakta yaşıyorum، yaşıyorum أعيش، yaşıyorum yaşıyorum، sokak شارع تا في، إذن سوكاكتا يشيورم أعيش في الشارع، طبعا أعيش في الشارع أم أعيش في البيت الذي في الشارع هنا، نعم سوكاكتا يشيورم أعيش في الشارع كي الذي دا في ينقرب جانب، إذن أعيش في الشارع الذي جانب البارك الحديقة، باركن يانندك سوكاكتا يشيورم، أعيش في الشارع الذي قرب الحديقة، يعني أعيش في البيت الذي في الشارع قرب الحديقة طبعا، نعم أعيش في الشارع المجاور للحديقة. تكرار نكرر، باركن يانندك سوكاكتا يشيورم. الكلمة 26 دينيز بحر، ودينيز أيضا هو اسم مؤنث ومذكر، ممكن نسمي البنت دينيز، ممكن نسمي الشاب أيضا دينيز، مثل اسم إحسان يطلق على السيدات ويطلق على الرجال. نقرأ دينيز البحر، دينيزين كنار تا
طرف البحر، ساحل البحر، شاطئ البحر. دنيزين kenarında إذا في شاطئ البحر. يريش yapıyor. يريش yapmayı seviyorum. seviyorum أحب. yapmayı عمل. يريش السيران التجول. إذا أحب عمل التجوال في شاطئ البحر. أحب المشي على شاطئ البحر. دنيزين kenarında يريش yapmayı seviyorum. الجملة 27 أو الكلمة 27 toplamak جمع نقرأها في مثال oyuncakları oyuncak معناها لعبة دمية لعبة سيارة ألعاب وهكذا oyuncakları ألعابه odadan toplamalısın إذا topla اجمع رتب toplamalı يجب أن يجمع يجب أن يرتب malı معناها يجب سن أنت toplamalısın يجب أن تجمع يجب أن ترتب إذا يجب أن ترتب الألعاب oyuncaklar الألعاب هنا لحقت المفعول به يجب أن ترتبها يجب أن ترتب الألعاب من غرفتك يجب أن تجمع الألعاب من غرفتك نقرأ يجب أن تجمع الألعاب من غرفتك الجملة 28 يزمك أو الكلمة 28 يزمك الكتابة فعل مثال bugün هذا اليوم يعني اليوم günlük معناها المفكرة التي نكتب عليها ما يحدث معنا اليوم دفتر الأحداث اليومية günlük يومية إذا bugün günlüğüm يوميتي مفكرتي günlüğüm على يوميتي على مفكرتي bir hikaye yazdım إذا bugün yazdım اليوم كتبت bir hikaye حكاية اليوم كتبت حكاية على مفكرتي bugün günlüğüm bir hikaye yazdım كتبت bugün اليوم bir hikaye قصة أو حكاية في يومياتي بالتركية نقول على يومياتي يومياتي يعني دفتر يومياتي günlük دفتر اليوميات اسمه günlük الكلمة 29 29 كلمة اسم كلمة عربية تركية معناها اسم نقرأ المثال adınızı hatırlayamıyorum özür dilerim هنا بدل اسم وad نفس المعنى ممكن نقول adınızı hatırlayamıyorum hatırlayamıyorum لا أستطيع تذكر adınızı اسمكم ممكن أقول isminizi hatırlayamıyorum adınızı hatırlayamıyorum isminizi hatırlayamıyorum özür dilerim أعتذر أنا لا أتذكر اسمكم adınız ne يعني ما هو اسمكم ممكن نقول أيضا isminiz ne ما هو اسمكم لا أستطيع تذكر اسمك أعتذر اسمني hatırlayamıyorum özür dilerim özür dilerim peki حسنا الكلمة 30 أنلمك الفهم الفعل هو أنلا افهم الجملة كمثال söylediğinizin tam olarak ne anlama geldiğini anlamadım إذا أنلا افهم ما نفي دي ماضي أنا إذا أنلمدم لم أفهم لم أفهم ماذا söylediğiniz الذي قلته söylediğinizin ne anlama geldiği مضاف مضاف إليه إذا söylediğiniz الذي قلته tam olarak بشكل دقيق هذا قالب tam olarak معناه بشكل دقيق إذا söylediğiniz tam olarak ne anlama geldiğini ne anlama geldiği ماذا يعني ne anlama geldiği anlayamadım أو anlamadım صار المعنى هكذا لم أفهم anlamadım söylediğiniz ne anlama geldiğini ماذا تعني ما قلته ماذا يعني ما قلته بشكل دقيق لم أستوعب تماما تام أولارك تماما يعني لم أستوعب تماما ما قلته معنى ما قلته إذن سويلدينيزين ما قلته هنا جمع ما قلته سويلدينيزين تام أولارك ني أنلما قال ديني أنلما دم الكلمة التالية الكلمة 31 بيلجي ساير الكمبيوتر الحاسوب أصل الكلمة كلمتين هذه بيلجي معلومة بيلجي سيار يحسب بيلجي سيار يحسب المعلومة يعني حاسب المعلومات يعني حاسوب يعني كمبيوتر نقرأ المثال بيلجي سيارم حاسوبي بيلجي سيار حاسوب أنا تبعي بيلجي سيارم حاسوبي ده في حاسوبي بير سورون وار توجد سورون مشكلة إذا توجد في حاسوبي مشكلة توجد في كمبيوتر مشكلة بيلجي سيارم بيلجي سيارم ده بيلجي سيار بيلجي سيارم ده بير سورون وار ياردم أدبلير مسن هل تستطيع المساعدة؟ لدي مشكلة في جهاز الكمبيوتر الخاص بي الأم هذه معناها الخاص بي بالجسيرم ده في حاسوبي في جهاز الكمبيوتر الخاص بي هذه بالجسيرم ده لدي مشكلة
بير سورون وار توجد مشكلة. بير سورون وار ممكن نقول بير بروبلمين وار عندي مشكلة. هل يمكنك المساعدة؟ ياردم أدبلير ميسن. هل يمكنك المساعدة؟ الجملة أو الكلمة الثانية والثلاثين سونرا معناها فيما بعد، بعد ذلك. نقرأ مثال كجملة، جملة كمثال. ألش فيريش تن سونرا، سونرا بعد، تن من بعد، من بعد التسوق. ألش فيريش تن سونرا إذا إلى البيت دون جام سوف أعود. إذن سوف أنا أجاك، سوف دون مك عودة. إذن سوف أعود دون جام إذا إلى البيت، إف بيت آئلة، إذا دون جام سوف أعود إلى البيت. ألش فريشتان سونرا بعد التسوق. مثال، نقرأ المثال بالعربية. سأعود إلى المنزل بعد التسوق. الكلمة الثالثة والثلاثين دشن مك التفكير. دشن إلى هنا بدون مك معناها فكر. مثال بوكونو يو براز دها دشن مك استيورم. بوكونو يو هذا الموضوع، بوكونو كونو يو دشن مك تفكيره مفعول به، أريد التفكير في هذا الموضوع. إذن بوكونو يو دشن مك تفكير هذا الموضوع استيورم، أريد تفكير هذا الموضوع. بالعربية نقول أريد التفكير في هذا الموضوع، بالتركية لا نقول فيه، أريد تفكيره، أريد عقلنته. إذن بوكونو يو دشن مك استيورم براز دها أكثر بقليل، براز قليلا دها أكثر. دشن مك نفسها دشن مك تفكير. إذن بوكونو يو براز دها دشن مك استيورم، دشن مك استيورم أريد التفكير. بوكونو يو هذا الموضوع براز دها أكثر بقليل. نقرأ الجملة العربية. أرغب استيورم في التفكير، دشن مك استيورم أرغب في التفكير في هذا الموضوع. بالتركية نقول أرغب في عقلنة هذا الموضوع، في التفكير هذا الموضوع بدون فيه. إذن بو هذا كونو موضوع، بوكونو يو دشن مك استيورم براز دها قليلا أكثر، أكثر بقليل. الكلمة الرابعة والثلاثين كز فتاة، كز أركداشم صديقتي، تستخدم بمعنى الجيرفريند، يعني تستخدم بمعنى الصديقة أيضا. كز أركداشم الأفضل، يعني كز أركداش تستخدم قصارة مصطلح مثل الجيرفريند. إذن كز أركداشم يارن دوم جنو كتلماسي يباجاك. إذن عفوا كز كارديشم، أنا قرأت خطأ. طيب كز كارديشم أختي، ما فيها أي معنى آخر. أختي يرن غدا، أختي الفتاة. كز كارديشم إركك كارديشم أخي الذكر، كارديش لأنك تطلق على الذكر والأنثى. كز كارديشم أختي يرن غدا دوم جنو كتلماس، كلها عبارة واحدة، احتفال ذكرى ميلادها يباجاك راح تعمل. إذن أختي غدا، عفوا أختي غدا سوف تعمل ذكرى يوم ميلادها. كز كارديشيم يارن دوم جنو كتلماسي يباجاك، هنا ستقوم أختي كز كارديشيم يباجاك، ستقوم بعملي. هنا حفلة، ما في كلمة حفلة، كتلما في احتفال، دوم جنو كتلماسي حفلة عيد ميلاد، وهكذا. بكي حسنا دوام ديوروز، نستمر. الكلمة التالية الخامسة والثلاثين إركيك رجل، إركيك كارديشيم أخي الرجل، يعني أخي الذكر. إركيك معناها ذكر وليس رجل، أضم رجل. إذن إركيك كارديشيم أخي فوتبول أوينماي سيفيور، يحب سيفيور فوتبول أوينماي لاعب كرة القدم، أخي يحب لعب كرة القدم. إركيك كارديشيم فوتبول أوينماي سيفيور، يحب أخي لعب كرة القدم. الكلمة السادسة والثلاثين بكلا مك الانتظار، بكلا انتظر. الجملة مثال أنو برادا بكلا يجام، بكلا انتظر أجاك سوف، أنا بكلا يجام سوف أنتظر، أنا أنو هو سوف أنتظر، هو أنو بكلا يجام سوف أنتظر، هو برادا هنا في هذا المكان، برا هذا المكان، دا في. إذن في هذا المكان سوف أنتظر هو برادا أنو بكلا يجام، أنو برادا بكلا يجام، إكسي دورو كلاهما صحيح. الكلمة السابعة والثلاثين أشك، كلمة عربية معناها عشق. مثال gerçek aşk العشق الحقيقي sonsuza kadar sürer، sürer يستمر، sürmek استمرار، sürer يستمر، a kadar حتى sonsuz الأبد. إذن العشق الحقيقي يستمر
يستمر حتى الأبد، يستمر إلى الأبد. العشق الحقيقي يستمر إلى الأبد. gerçek aşk sonsuza kadar sürer. son نهاية، sonsuz لا نهاية. صار معنا العشق الحقيقي يستمر إلى لا نهاية، إلى الأبد. الحب الحقيقي يستمر إلى الأبد. gerçek aşk sonsuza kadar sürer. الكلمة 38 إشارة، معناها إشارة. مثال جملة: yol üzerindeki işaretleri takip edin. takip edin takip edin تابعوا تابعوا إشارتلر الإشارات، إشارة إشارة، إشارتلر الإشارات. لإي مفعول به، لحق المفعول به، يعني تابعوها تابعوه. إذا تابعوا الإشارات، إشارة لري تاكيب دين كي التي دا في أزاري على يول طريق. إذا تابعوا الإشارات التي في على الطريق، التي على الطريق يعني يول أزارين دكي إشارة لري تاكيب دين. تابعوا الإشارات التي على الطريق، اتبع الإشارات التي على الطريق. طبعا تاكيب دين الجمع، هذه صيغة الجمع تقال أيضا للإحترام. الكلمة 39 سرمك سؤال، نقول لأحدهم سر اسأل، سر اسأل. مثال: سيزا بير سورو سورمك استيورم، استيورم أريد سورمك سؤال، سورو سؤال، أريد سؤال، سؤالين لكم، سيزا لكم. سورو السؤال، يعني صيغة السؤال نفسه اسمه سورو. سورمك القيام بعملية السؤال. إذن أكرر، سورو هو السطر الذي ورد فيه السؤال، سورمك هو فعل السؤال. أنا لما أسألك هذه عملية السؤال اسمها سورمك، وكلامي اللي أسأل فيه اسمه سورو. إذن سيزا بير سورو سورمك استيوروم، أريد أن أسألكم سؤالا. سيزا سورمك أسألكم، استيوروم أريد أن أسألكم، أسألكم ماذا؟ طيب لماذا نقول أريد أن أسألك سؤالا؟ معقول نقول أريد أن أسألك جوابا؟ لا، لكن مع هذا أريد أن أسألك سؤالا نستخدم هذه الصيغة. أود أن أسألك سؤالا، استيورم أود أريد. سيزا سورمك أن أسألكم، بير سورو سؤالا، هنا أن أسألكم صيغة جمع. وهكذا الكلمة 40 بلوت، بلوت معناها غيمة. مثال: جوك يوزندا، جوك معناها سماء، يوز وجه، جوك يوزو وجه السماء، تافي في وجه السماء، أصل معناها هكذا، لأن نقول جوكيوزندا يعني في السماء. إذن جوكيوزندا في السماء، بياز بيضاء، بلوت لار غيوم وار توجد، توجد بلوت لار غيوم، بلوت لار وار توجد غيوم، بياز بيضاء توجد غيوم بيضاء، بياز بلوت لار وار. نردا أين؟ جوكيوزندا في السماء، جوكيوزندا بياز بلوت لار وار توجد غيوم بيضاء في السماء، هناك سحب بيضاء في السماء. بلوتلر سحب، غيوم نفس المعنى. الكلمة 41 أوتوبوس الباص. مثال: أوتوبوس دوراندا، ممكن نقول حافلة أيضا، أوتوبوس دوراندا بكليورم، بكليورم أنتظر، دراك موقف، در قف، دراك موقف، أوتوبوس دورا موقف الباص، دافي. إذن بكليورم أنتظر، أوتوبوس دوراندا في موقف الباص، بكي أوتوبوس دوراندا بكليورم، أنتظر أو أنا في انتظار بكليورم، أنتظر الحافلة، أنا في انتظار الحافلة. الأصل أن نقول أنتظر الحافلة، في محطة الحافلة أوتوبوس دوراندا. طيب الكلمة، الجملة هنا العربية التركية تقول أنتظر في موقف الحافلات، أنتظر في موقف الحافلات، ما في الحافلة. المهم إذا أردنا أن نقول هذه الجملة نفسها بالتركية نقول بان باكليورم، بان أوتوبوس باكليورم، بان أوتوبوس دوراندا أوتوبوس باكليورم، أنا أنتظر الباصة في محطة الباصات، أنا أنتظر الحافلة في محطة الحافلات. الجملة التركية مختصرة أكثر، أوتوبوس دوراندا باكليورم، أنتظر في محطة الحافلات. هذه الجملة ممكن أنا أكون أنتظر حافلة، ممكن أنا أكون أنتظر أبي، ممكن أنتظر صديقي. إذن أوتوبوس دوراندا سني باكليورم، أنتظرك في موقف الحافلات. أوتوبوس دوراندا أحمدي باكليورم، أنتظر أحمد في موقف الحافلات. وهكذا هنا ممكن نضع اسم الشخص الذي ننتظره أو الشيء، مثلا حافلة. وهكذا الكلمة 42 جاجا ليلا. مثال: جاجا ليلا
يلدزلرلا يلدز نجمتون لرجمة لا مع مع النجوم يلدزلرلا دولودر ممتلئ دولو ممتلئ در يكون الليل ممتلئ بالنجوم ججا يلدزلرلا دولودر الليل مليء بالنجوم جملة شوية فيها خيال. الجملة الثالثة والأربعين أو الكلمة الثالثة والأربعين هزل سريع مثال أربا çok hızlı gidiyor. Araba gidiyor. Es-seyyaratu gidiyor tezhebu. Araba seyyara. Çok hızlı sari'an cidden. Es-seyyaratu tezhebu sari'an cidden. Yani es-seyyaratu tezhebu bi sur'atin kebira. Tesiru es-seyyaratu bi sur'atin kebira. Araba çok hızlı gidiyor. El cümle el-rabi'a vel-erba'in ev el-kelime el-rabi'a vel-erba'in doğru sahih. Doğru. Misal bu cevap doğru mu? بو جواب هذا الجواب بو هذا جواب جواب دور صحيح مو هل إذن بو جواب دور مو هل صحيح الجواب هذا الجواب هذا هل هو صحيح هل هذا الجواب صحيح هل هذا الجواب صحيح بو جواب دور مو الكلمة الخامسة والأربعين كولاي سهل كولاي مثال بو أديف هذه الوظيفة كولاي د د كان بو أديف كولاي د هذه الوظيفة كانت كولاي كانت سهلة هذا الواجب كان سهلا كان هذا الواجب سهلا نفس المعنى بو أديف كولاي د بو أديف بو أديف كولاي د الجملة السادسة والأربعين عكس كولاي صعب زور صعب مثال بو ماتماتيك بروبلمي çok زور بو ماتماتيك ماتماتيك رياضيات بروبلم مسألة أو مشكلة إذن هذه نعم هذه المسألة الرياضية زور جدا صعبة جدا بو ماتماتيك بروبلمي çok زور بو ماتماتيك بروبلمي ممكن نقول بو بروبلم هذه المشكلة أو هذه المسألة çok زور هذه المسألة الرياضية صعبة جدا كما نرى الكلمة السابعة والأربعين جزمك التنزه مثال تعطيل دا في العطلة فركل يرلر أماكن مختلفة فركل مختلف يرلر أماكن إي فركل يرلري جزمي سيفيورم الإي مفعول به هنا الإي أيضا مفعول به أحبه أحب سيفيورم جزمك سياحة جزمي أحب التنزه أحب التجول جزمي سيفيورم أحب التجول بالعربية نقول أحب التجول في بالتركية نقول أحب تجوله يعني أحب أن أراه هكذا إذن أحب تجول الأماكن المختلفة في العطلة بالعربية نقول أحب التجول في الأماكن المختلفة في العطلة بالتركية نقول أحب تجول الأماكن تجوله إذن سيفيورم أحب جزمي التجول يرلري الأماكن الفركل المختلفة تعطيل في العطلة تعطيل ده فركل يرلري جزمي سيفيورم أحب استكشاف الأماكن المختلفة في العطلة أو أحب استكشاف أماكن مختلفة في العطلة جزمك تجول تنزه ممكن تطلق بمعنى الاكتشاف يعني التنزه بنية الاكتشاف أن نشاهد أماكن جميلة وما شابه هذا الكلمة الثامنة والأربعين كلمة كتاب كلمة تركية عربية مثال بو كتاب أكوملسن çok ilginç إذن كتاب كتاب الأ مفعول به أكو مالسن يجب أن تقرأ أكو اقرأ مال يجب سن أنت إذن أكو مالسن يجب أن تقرأ بو كتاب هذا الكتاب يجب أن تقرأه الهاء هو هذا الأ بو كتاب أكو مالسن يجب أن تقرأ هذا الكتاب çok ilginç غريب جدا إن هذا الكتاب غريب جدا الكلمة التاسعة والأربعين çalışmak العمل فعل العمل القيام بالعمل مثال إذا قلنا çalış فقط çalış اعمل bugün اليوم يون بشكل ده بشكل يون مكثف اليوم بشكل مكثف çalıştım ت كان او ماضي يعني عملت çalıştım انا اذا çalıştım عملت ماضي انا çalıştım عملت بشكل ده بشكل يون مكثف يون بشكل ده çalıştım يون بشكل ده بشكل مكثف بشكل كثير كبير شديد اذا çalıştım عملت عملت اليوم يون بشكل ده عملت اليوم يون بشكل ده بجد الجملة أو الكلمة الخمسين إف بيت إفيميز çok rahat ve sıcak
evimiz beytuna çok rahat, murihun cidden ve sıcak. Ve dafi'un bil'arabiyye menzil. Beyt ev menzil nefsil mana. El kelime el-vahide vel-khamsin yemek, ta'am. Misal, yemek, akşam yemeği, ta'amul aşa'i için min eclihi ne yapmalıyız? Mada yecib en nef'al min ecli ta'amil aşa'i. ماذا يجب أن نفعل لتناول العشاء؟ الكلمة الثانية والخمسين إتشمك شرب مثلا نقول سجاك بير شاي إتشمك استيورم إتشمك استيورم أريد شربة شاي شاي سجاك حارة أريد شربة شاي حار البير مثل أ بالإنجليزية أداة تنكير أريد شربة شاي حار إذن سجاك بير شاي شاي حار إتشمك استيورم أريد شربة الكلمة الثالثة والخمسين أورنمك التعلم أورنمك مثال يني بيرديل أورنمك هيجان وريجي هيجان حماس وريجي معطي هيجان وريجي كلها معناها محمس يني بيرديل لغة جديدة ديل معناها لسان أو لغة يني بيرديل أورنمك تعلم ديل جديد تعلم لغة جديدة يني بيرديل أورنمك هيجان وريجي محمس تعلم لغة جديدة مثير للإثارة محمس ماذا نقول مثير يعني مثير بدون للإثارة نكمل الكلمة الرابعة والخمسين جزمك التجول مثال تأتي بمعنى الاستكشاف أيضا هفتصنوا عطلة نهاية الأسبوع باركتا في البارك في الحديقة جزمي تنزه التجول بلان ليورز نخططه نخططه هو بالتركية نقول نخططه بالتركية بالعربية نقول نخطط لي كذا وكذا المهم نخطط التنزه في حديقة عطلة نهاية الأسبوع إذن في عطلة نهاية الأسبوع افتصنوا باركتا في حديقة جزمي تنزه بلان ديورز نخطط نخطط للتنزه في حديقة في عطلة نهاية الأسبوع نخطط نحن نخطط للتجول في الحديقة في عطلة نهاية الأسبوع الكلمة الخامسة والخمسين ويومك النوم مثال geç saatlere kadar uyumadım. Uyumadım lem anam. Uyu, nam. الفعل uyu. Nam. قم بالنوم uyu. Uyuma nafi de madim ana. Uyumadım lem anam. Geç saatlere kadar. Geç mutaakhir. Saatlere kadar hatta. A kadar hatta. Geç saatlere kadar. Uyumadım. Lem anam hatta saat. Mutaakhira. El kelime. Estadisa vel khamsin. Spor. Riyada. Ma'khuda min lugha al-ingliziyya. بالإنجليزية فيها زيادة حرف T دوزانلي أولارك بشكل منتظم أولارك معناها بشكل دوزانلي أولارك سبور يابمانن فايدالاري واردر إذن سبور يابمك عمل الرياضة سبور يابمانن فايدالاري فوائد عمل الرياضة واردر توجد إذن توجد فوائد عمل الرياضة بشكل منتظم بالعربية نقول لي لي هنا نن لي لممارسة الرياضة سبور يابمانن فوائد فايدالر واردر توجد له فوائد إذن توجد فوائد نعيد توجد فوائد لممارسة الرياضة دوزان لي أولارك بشكل منتظم دوزان لي أولارك سبور يابمانن فايدالر واردر düzenli olarak bir şekilde منتظم spor yapmanın لممارسة الرياضة faydaları vardır lehu fawaid توجد فوائد لممارسة الرياضة بشكل منتظم düzenli olarak spor yapmanın faydaları vardır هناك فوائد لممارسة الرياضة düzenli olarak بانتظام الكلمة السابعة والخمسين موزيك مأخوذة أيضا من اللغة الإنجليزية تشبه الكلمة العربية موسيقى مثال موزيك دينلمك الاستماع إلى الموسيقى بالعربية نقول الاستماع إلى الموسيقى بالتركية نقول سماع الموسيقى بدون إلى موزيك دينلمك benim için بالنسبه الي rahatlatıcı rahat راحه rahatlatıcı مريح اذا سماع الموسيقى بالنسبه الي هو امر مريح در يكون او ان اذا ان سماع الموسيقى مريح بالنسبه الي benim için من اجلي موزيك دينلمك الاستماع الى الموسيقى benim için من اجلي rahatlatıcı در يكون مريحا الاستماع إلى الموسيقى مريح بالنسبة إلي بنيميتشن الكلمة الثامنة والخمسين كلمة فيلم
أيضا مأخوذة من اللغة الإنجليزية ونفسها تستخدم باللغة العربية. بوفيل مي إذ لم يشتم، إذ لمك مشاهدة، إذ لا شاهد، إذ لم يشتم كنت قد شاهدت. بوفيل مي شاهدته، شاهدته، هذه الإيه هي الهو مفعول به. إذا كنت قد شاهدت بوفيل مي هذا الفيلم ده أنجا من قبل، ده أنجا من قبل. لقد شاهدت إذ لم يشتم هذا الفيلم بوفيل مي من قبل ده أنجا. بكي حسنا. الكلمة التاسعة والخمسين، هافا معناها طقس. بوغن هافا الطقس اليوم çok güzel ve güneşli. Güzel جميل، güneş şemsli ذو، ذو şemsin يعني مشمسون. Bugün اليوم هافا الطقس، الطقس اليوم bugün hava جميل جدا çok güzel جميل جدا ومشمسون ve güneşli. الطقس اليوم، الطقس اليوم جميل ومشمسون. بوغن هافا دائما نبدأ ببيان زمان أو المكان، ممكن نغير الترتيب ما في مشكلة. بوغن هافا çok güzel ve güneşli، güzel ve güneşli. الكلمة الستين رينك لون. فافوري رينجيم لوني المفضل مافي هو الأزرق، كأني كررناها بدون ما ننتبه. الكلمة الواحدة والستين في التكرار فوائد ليس لها انحصار، التكرار له فوائد كثيرة. قلم ما تكرر تقرر، نستفيد من نعم قلم معناها قلم. مثال جملة بو سياه قلم çok kullanışlı. Bu هذا سياه قلم، قلم أسود، هذا القلم الأسود بو سياه قلم çok kullanışlı. kullanışlı معناها متعدد الاستعمالات، يعني نستعمله في مواضع عديدة. çok kullanışlı هذه كلمة مهمة، متعدد الاستعمالات. بو çok kullanışlı متعدد متعدد الاستعمالات، وتستخدم أيضا بمعنى يعني نقول kullanışlı يعني ما يفسد بسرعة، نستطيع أن نستخدمه لمدة طويلة. إذن بو سياه قلم çok kullanışlı، هذا القلم الأسود مفيد جدا، يعني مهما استخدمته ما يتضرر بهذا المعنى، هذا القلم الأسود مفيد جدا. الكلمة الثانية والستين صي معناها رقم. مثال بو بروبلم دا، بو بروبلم دا في دا في بروبلم مسألة أو مشكلة، بو هذه في هذه المسألة دورو سايلر بول مالسن. بول أوجد، مالل يجب، سن أنت. إذن يجب أن توجب أنت، بول مالسن يجب أن تجد أنت، دورو سايلر يجب أن تجد ها الأن مفعول به. إذن دورو سايلر الأرقام الصحيحة، يجب أن تجد الأرقام الصحيحة في البروبلم هذه، في هذه المسألة. إذن نعيد، أنت يجب أن تجد الأرقام الصحيحة في المسألة هذه. بو بروبلم ده في هذه المسألة دورو سايلر بولمالسن يجب أن تجد الأرقام الصحيحة، يجب أن تجد الأعداد الصحيحة أو الأرقام الصحيحة، صي عدد رقم في هذه المشكلة يعني في هذه المسألة. الكلمة الثالثة والستين أطمش أتنجو كلمة سيس صوت. مثال موزيك تا جزال بير سيسي أولان بير شاركجي دين لدم. دين لدم استمعت، قلنا بالعربية نقول استمعت إلى، بالتركية ما نقول استمعت إلى، نقول استمعته. إذن شاركج شارك أغنية، شاركج مغني، استمعته. إذن سمعت استمعت مغنيا أولان الذي يكون مزيكتا في الموسيقى جوزال بيرسيسي له صوت جميل. إذن جوزال بيرسيس صوت جميل، إي له أنون جوزال بيرسيسي أولان. إذن مزيكتا güzel bir sesi olan bir şarkıcıyı dinledim. İstemaatu mugannin lehu savtun cemilun fi musika. İstemaatu ila mugniyetin au mugannin ledeyha kezesi olan, arabası olan, defteri olan ledeyha savtun cemilun fi musika, müzikte. El kelime el rabia ve sittin 64. kelime fotoğraf, sura. Misal bu fotoğrafı çektiğimiz yer çok güzel. İzen çok güzel, cemil cidden. Yer el mekan. Yer çok güzel. El mekan cemil cidden. Yer çok güzel. Çektiğimiz ellezî iltakatna fîhî. Bu fotoğrafı, hâzihî sûre. İzen el mekânu ellezî iltakatna fîhî hâzihî sûre cemilun cidden. Taban hâzihî çektiğimiz tudras fil mustavar râbi. Lahak eddik.
طيب بو فوتوغرافو تشيكتي ميزير، المكان الذي التقطنا فيه هذه الصورة تشوك كوزال جميل جدا. ممكن نحن نقول بوير تشوك كوزال اللي مستوى المستوى الأول أو المستوى لم يصل الرابع، ممكن يحفظ من الجملة هذه الجزئية فقط، أو يقول بو فوتوغراف تشوك كوزال هذه الصورة جميلة جدا. الكلمة 65 أطمش بشينجي كلمة سورو، كلمة سي كلمة سورو، سورو معناها سؤال، يعني نص السؤال نقول أريد أن أسألك سؤالا، كلمة سؤال هي سورو. بير سوروار هناك سؤال، نقرأ مثال عنها. سيزا بير سورو سورمام جيريكيور، جيريكيور يجب، سورمك سؤال مم أنا، سورمام أن أسأله، يعني سورمام جيريكيور يجب أن أسأل، سورمام جيريكيور يجب أن أسأل، بير سورو سؤالا يجب أن أسأل سؤالا، بير سورو سورمام جيريكيور سيزا لكم، إذا يجب أن أسأل سؤالا لكم، يعني يجب أن أسألكم سؤالا. سيزا بير سورو سورمام جيريكيور يجب أن أطرح عليكم سؤالا، ممكن نقول هذا بالعربية. الكلمة 66 كلمة جواب، جواب. مثال سورونا دورو جواب بولدوم، سورو سؤال، سورون سؤالك، آلي سورونا لسؤالك، دورو صحيح، جواب جواب، مفعول به بولدوم وجدته، إذن وجدته هي له، إذن وجدت جوابا صحيحا لسؤالك. سورنا دور جواب بولدوم أو دور جواب بولدوم، ليس المعنى وجدت جوابا صحيحا، لا، الـ تأتي مثل ال بالعربي، وجدت ال مع المفعول به، وجدت الجواب الصحيح لسؤالك. سورنا دور جواب بولدوم، وجدت الإجابة الصحيحة للمشكلة. سورون هنا عندنا نقطة مهمة جدا، ما هي؟ عندنا كلمتين بيشبهوا بعض جدا جدا جدا، هذه هي الكلمة، هكذا سورو سؤال كلمة، سورون معناها مشكلة، فكلمة سورون لها معنيين، إما تأتي بمعنى مشكلة، وإما تأتي سورو سؤال، أنت سورون سؤالك، يعني سورون سؤالك لها معنيين، المعنى الأول سؤالك إذا اعتبرنا أنها سورو زائد إن، لأن أنت سورو سؤال، سورون سؤالك، وإذا اعتبرناها كلها كلمة واحدة قطعة واحدة بصير معناها مشكلة. فهنا وجدت الإجابة الصحيحة لمشكلتك، عفوا للمشكلة، سورون مشكلة، آلي دورو جواب بولدوم، وجدت الإجابة الصحيحة للمشكلة، أو وجدت الإجابة الصحيحة لسؤالك، ممكن حسب السياق، ممكن تستخدم بهذا المعنى، ممكن تستخدم بالمعنى الثاني. الكلمة 67 بكار، بكار معناها أعزب، نقرأ مثال جملة كمثال. هينوز إلى الآن إفلان مدم، لم أتزوج، إلى الآن لم أتزوج، هينوز إفلان مدم، هالا إلى الآن بكارم ما زلت أعزب، هالا ما زال، هينوز إلى الآن، هينوز استخدم أكثر مع الأشياء السلبية، يعني هينوز إفلان مدم، لسه ما تزوجت، لسه كما لسه بالعربية، إذا إلى الآن لم أتزوج، هينوز تأتي مع النفي والسؤال، هالا تأتي مع الإثبات، إذا وهالا أيضا تأتي مع السؤال، هالا معناه إلى الآن، هينوز معناه بالعامية يشابهها لسه وهكذا. المهم هينوز إفلان مدم إلى الآن لم أتزوج، هالا بكارم ما زلت أعزب، لم أتزوج بعد ما زلت أعزب، إذا هينوز ممكن نقول بمعنى بعد، لم أفعل كذا بعد، التي تأتي مع النفي، ألم تتزوج بعد هنا مع السؤال، لم أتزوج بعد هذا جواب فيه نفي، تستخدم بهذا السياق فقط. الجملة 68 أو الكلمة 68 إفلي، إف بيت، لي ذو، إفلي ذو بيت، الإنسان ولو اشترى 100,000 بيت لا نقول عنه أنه ذو بيت حتى يتزوج، فإذا تزوج صار اسمه إفلي ذو بيتين، متزوج يعني. جملة كمثال كارديشيم أخي إفلي متزوج، ذا إكي تشوجو وار، إكي تشوجوك ولدين، تشوجو ولده ولديه، أنون يعني وار، إذن أخي كارديشيم متزوج إفلي، ذا و و وار يوجد، و له ويوجد له إكي تشوجوك ولدين، عنده ولدين، كارديشيم إفلي أخي متزوج، ذا إكي تشوجو وار وعنده ولدين، أخي متزوج كارديشيم إفلي ولديه أنون كذا كذا وار، إذا اثنين من الأطفال إكي تشوجو وار، الأوار هذه لديه معناها لديه أوار. الكلمة 69 تشوجوك طفل، نستخدمها في مثال باركتا
في الحديقة بارك حديقة تافي أين يان أن الذي أن يلعب أين عفوا يلعب أين يان اللاعب إذن bir grup çocuk gördüm. Gördüm رأيته. Gör, şuf, rüya. De, maldıyım ana. Gördüm رأيته. Çocuk, tıflan. Çocuk gördüm رأيته, tıflan. Bir grup, mecmua. İzen رأيته, mecmua da atfal. Bir grup çocuk gördüm. Bir grup gördüm. İzen رأيته, atfal, mecmua. Tıfıl mecmua, yani mecmua atfal. Bil-arabi nekul mecmua atfal bil-Türkiye. İzâ câ sıfâ tedul alel kesra, nistakdim el-mufrad. Bil-arabi nekul khamsatu kâsâtin. Bil-Türkiye haram nekul khamsa kâsâ. ستة دفتر. إذا جاء رقم مع كلمة، الكلمة تستخدم بالصيغة المفردة. هذه قاعدة من المستوى الأول ما ننساها. إذن bir grup çocuk gördüm رأيت مجموعة أطفال. أينيان الذين يلعبون في الحديقة. إذن رأيت أطفالا مجموعة اللاعبين أينيان اللاعب تا في بارك حديقة. بارك تا في الحديقة. أينيان bir grup çocuk مجموعة أطفال يلعبون. gördüm رأيت. بالعربي نقول مجموعة أطفال لاعبون يلعبون بالتركي نقول مجموعة أطفال لاعبين هذه صفة إذن باركتا أوينيان بير جروب çocuk çocuk gördüm çocuk يعني طفل أيضا بالتركي نقول طفل رأيت مجموعة من الأطفال الذين يلعبون في الحديقة أوينيان الذين يلعبون اللاعبون الكلمة رقم 70 أورتمان الكلمة أساسها أورت علم أورتمان معلم هذه ليست لاحقة مستخدمة لكن اشتقاق قديم أورتمان معلم المهم كلمة نستخدمها في الجملة أنم أمي بير أورتمان مدرسة أمي واحدة مدرسة بير هنا ذات تنكير My mother is a teacher A البير هي مثل A بالإنجليزية ذات تنكير أمي معلمة البير مثل تنوين الضم ذات التنكير إذن أنم بير أورتمان أمي معلمة ذا أكل دا في المدرسة تشالشيور تعمل إذن أمي معلمة تعمل في المدرسة والدتي معلمة ذا تعمل في المدرسة أنم بير أورتمان ذا أكل دا تشالشيور الكلمة الواحدة والسبعين أورنجي أورن الآن عندنا أورتمان أورت معناها علم قم بالتعليم أورن معناها تعلم يعني أدرس أورن جي متعلم يعني طالب نقرأ الجملة صنفتكي أورنجيلر درس çalışıyor إذن أورنجي طالبلر جمع أورنجيلر الطلاب كي الذي تا في صنف صف الطلاب الذين في الصف صنفتكي أورنجيلر درس çalışıyor يدرسون صنفتكي أورنجيلر درس çalışıyor الطلاب الذين في الصف يدرسون الطلاب في الصف بالعربية بالتركية نقول الطلاب الذين في الدرس في الصف باردون درس çalışıyor يدرسون الكلمة الثانية والسبعين أونيفرسيتا مأخوذة من اللغة الإنجليزية والفرنسية جامعة أونيفرسيتا مثال جملة كارديشيم أخي أونيفرسيتا يا جدي كارديشيم جدي أخي ذهب إلى أونيفرسيتا الجامعة والواي فاصل بين صوتيين كارديشيم أونيفرسيتا يا جدي أخي أونيفرسيتا يا إلى الجامعة جدي ذهب ذهب أخي إلى الجامعة كارديشيم كارديشيم جدي أونيفرسيتا يا كارديشيم أونيفرسيتا يا جدي المهم الكلمة الثالثة والسبعين هستا معناها مريض نستخدمها في جملة أركداشيم نكبرها هكذا أركداشيم صديقي هستا مريض هستلند مريضة هستلنمك فعل المرض إذن أركداشيم هستلند أخي مريضة أنا geçmiş olsun dileklerimi ilettim إذن أنا ilettim أوصلت إليه أنا ilettim إلتمك توصيل geçmiş olsun dileklerimi dilek أمنية dilekler أمنيات dileklerim أمنياتي إي مفعول به يعني أوصلتها أوصلت أمنياتي إليه بالشفاء العاجل geçmiş olsun إذن صديقي مريضة أوصلت إليه تمنياتي بالشفاء العاجل أنا إليه أركدشم هستلند أنا geçmiş olsun dileklerimi ilettim هستا مريض بالعربية صديقي مريض أركدشم هستا ممكن نقول أركدشم هستا هكذا تكفي
صديقي مريض. هاستلاند مريضة. إذا أردنا أن نقول مريضة نقول هاستلاند. إذا أردنا أن نقول مريض نقول هاستا. أركداشم هاستا. صديقي مريض. قدمت إليه أنا إلى التم. له إليه أنا قدمت إلى التم تمنياتي ديليكلارين بالشفاء geçmiş olsun. Ona geçmiş olsun dileklerimi ilettim. نكمل الكلمة الرابعة والسبعين. صالكلي صحي مفيد من الناحية الصحية. صاغ كلمة نستخدمها في العامية السورية. صاغ سالم. صاغ يعني ليس فيه نقص. كلمة نفسها تركية. تركيا عندما نقول صاغ يعني أيضا ليس فيه نقص ليس فيه مشاكل. صالك صحة. صالكلي ذو صحة يعني صحي. نقرأ الجملة. دوزنلي بشكل منتظم. اكزرسيز تمارين. يابمك عمل ممارسته. ممارسة التمارين بشكل منتظم. دوزنلي اكزرسيز يابمك صالكلي بير يشام طرزدر. يشام حياة. حياة ممكن نقول بدل يشام. طرز شكل. يشام طرز يعني حياة طرز يعني حياة شكلي. إذن düzenli egzersiz yapmak sağlıklı bir hayat şeklidir. Sağlıklı bir hayat tarzıdır. Sağlıklı bir yaşam tarzıdır. Sıhhi bir yaşam mümkün نقول كلها هذه كلمة تركية. Sıhhi bir hayat şeklidir. Hatta tarz kelime Arapça tiraz. Ala tiraz l'Avrupa kelime Arapça tiraz. Nuit düzenli egzersiz yapmak. ممارسة الاكزرسيز تمارين düzenli بشكل منتظم sağlıklı bir yaşam طرزدر. طرز هو طير در يكون طرز طراز حياة يشم صالق لصحية. ممارسة التمارين بشكل منتظم يكون طراز حياة صحية. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هي نمط حياة صحي صالق لصحي. الكلمة الخامسة والسبعين هستانة. إذن هستا قلنا هستا هكذا مريض. هي أصلها هكذا هستا وبعدها فيها كلمة خانة كلمة مستخدمة باللغة العربية. خانة يعني مكان. هستهانة مكان المريض يعني مشفى. إذن هستانة يعني خستخانة مشفى هستانة. مثال في جملة أمجام عمي هستانة دا في الهستانة في المشفى يطير ينام. عمي يستلقي في المشفى. عمي ملأح بالمشفى. أمجام هستانة دا يطير. عمي يقيم في المشفى. عبارة يقيم ليست دقيقة. ماذا نقول؟ عمي في المشفى. عمي يتعالج في المشفى. المهم يطير يطمك معناه الاستلقاء على السرير. إذن عمي يتعالج في المشفى أجمل ممكن نقول. طيب نكمل. إلاج معناها دواء. الكلمة 76 نستخدمها في مثال دكتور الطبيب بنا لي أو إلي بير إلاج دواء يزد. إذن طبعا بنا يزد كتب إلي تستخدم بمعنى كتب علي. إذا كتب على إيدي ممكن أقول بنا يزد. كتب إلي لا. إذا كتب على إيدي أقول كولوم أزرين دا يزد. أزرين يزد. المهم دكتور الطبيب بنا يزد كتب إلي بير إلاج دواء. الطبيب كتب إلي دواء أن. دكتور بنا بير إلاج يزد. كتب يزد الطبيب دكتور لي بنا وصفة طبية إلاج رشتة ممكن نقول. إذن الكلمة 77 قهوة ألت. قهوة ألت. قهوة ألت. أصلها قهوة قهوة وألت تحت القهوة يعني ما نأكله من طعام يسير قبل القهوة يعني طعام الفطور. قهوة ألت فطور. صباح لر يعني كل صباح. الصباحات صباحاته يعني صباحات الأيام يعني كل صباح. إذن صباح لر معناها كل صباح. جنلك لا بشكل عام صالكلي بير قهوالتي. قهوالتي فطور صالكلي صحي يبرم. إذن كل صباح بشكل عام أعمل فطورا صالكلي صحيا. صباحلر جنلك لا صالكلي بير قهوالتي يبرم. قهوالتي بالعربية فطور. عند عادة جنلك لا أتناول يبرم. أتناول معناها يرم لكن أتناول وجبة إفطار معناها كلها مع بعضها كهوة طيبرم صحية صالقلة في الصباح في كل صباح صباح لره. الكلمة الثامنة والسبعين أولى ظهيرة.
أو ما قبل الظهر يعني الساعة 11 ظهرا. أوله إذن أوله وقتي وقت الضحى يعني الساعة 11 عند الظهر. أوله دان سونا بعد الظهر يعني عند أذان الظهر. الجملة المثال أوله وقتي وقت الظهيرة يمك يمك إتشن من أجل تناول الطعام بير ريستورانا جيتك. إذن ذهبنا جيتك جيتي ذهبك نحن جيتك ذهبنا بير ريستورانا ريستوران مطعم بالتركية بالإنجليزية ريستورانت تركيا بدون حرف التي. لماذا مثلا سبور بالتركية بالانجليزية سبورت بالتركية صارت سبور، ريستورانت صارت ريستوران. إذا جيتك ذهبنا إلى ريستوران مطعم، ذهبنا إلى مطعم بالريستورانا جيتك ندن إيشين نيتشين إيشين من أجله. أولى وقتي عند الظهيرة يمك يمك إيشين. إذا يمك طعام يمك ثانية تناول. ذهبنا إلى مطعم من أجل تناول الطعام وقت الظهيرة. أولى وقتي يعني كما قلنا قبل الظهيرة قبل أذان الظهر عند ماذا نقول بالمصطلح الفقهي عندما تكون الشمس عمودية في أفق السماء أو هكذا عندما يكون الظل أقصر ما يكون. المهم أولى وقتي يعني تمام الظهر. أولى وقتي يمك يمك إتشن بالريستورانا جيتك قبل أذان الظهر يعني هو الشمس عندما تصل إلى نصف السماء بصير اسمه أولى. ولدان سونا بعد الظهر يعني عندما لما بدخل وقت صلاة الظهر بعد ما تميل الشمس عن قبة السماء. نكمل ذهبنا لتناول ذهبنا إلى مطعم لتناول وجبة الظهر. الكلمة 79 أكشم مساء. مثال أكشم أزري عند المساء باركتا. طبعا أزري يعني عندما قارب المساء يعني في ساعات المغرب الأولى ممكن نقول أكشام زاري باركتا في الحديقة يريوش يبمي سيفيورم. إذن سيفيورم أحبه يريوش يبمك ممارسة السيران الجري المشي السريع. إذن أحب المشي في الحديقة عند المغرب أو قبل المغرب بقليل. أكشام زاري باركتا يريوش يبمي سيفيورم أحب المشي يريوش يبمي سيفيورم في الحديقة باركتا في مساء اليوم أكشام زاري. هنا المساء ليس معناه بعد العشاء 11 ليلا لا بعد العشاء بتكون صارت جاجة. أكشم المغرب أكشم زري عند المغرب في بداية المغرب. نكمل الكلمة 80 جاجة. جاجة يعني العشاء وما بعده. يلدزلرلا دولو بير جاجة جوك يوزونو إزلديك. إذن جاجة ليلا يلدزلرلا دولو إذن ليل مليء بالنجوم جوك يوزونو إزلديك. إذن إزلديك شاهدنا تأملنا جوكيوزو السماء تأملنا السماء ليلا أو ليلة مليئة بالنجوم يعني في ليلة مليئة بالنجوم تأملنا وتفرجنا وشاهدنا النجوم. إذن شاهدنا سماء الليل المليئة بالنجوم. طيب عفوا في خطأ بالترجمة يلدزلر لا دولو بيرججا جوكيوزونو إزلديك. ها نعم إذن شاهدنا إزلديك ججا جوكيوزو سماء ليل شاهدنا سماء ليل مليء بالنجوم. يلدزلرلا دولو بيرججا جوكيوزونو إزلديك. يعني هنا أصلها بيرججانين جوكيوزو سماء ليل. حذفنا هنا أداة الإضافة حتى تصير إضافة تسمية. نكمل الكلمة 81 صباح صباحا. صباح لر مرت معنا منذ قليل كل صباح. إذن لماذا صباح لر معناها كل صباح 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 لر صباحات صباح لر يعني صباحاتهم يعني صباحات الأيام يعني في صباح كل يوم. صباح لر كل صباح أركان بشكل مبكر كالكمك النهوض سيريورا محبه أحبه أحب النهوض المبكرة كل صباح. صباح لر أركان كالكمي سيريورا أحب النهوض المبكرة كل صباح أحب الاستيقاظ في الصباح الباكر. الصباح الباكر أركان الصباح صباح أركان هي الباكر لكن هنا بالجملة العربية قلنا أحب الاستيقاظ في الصباح الباكر. بالجملة التركية قلنا أحب النهوض المبكرة كل صباح. الجملة هذه الترجمة ليست دقيقة جدا وإنما ترجمت كيف نقول بالعربية وليس ترجمة حرفية. نكمل الكلمة 82 جلجك. جلجك لها معنيين. المعنى الأول مستقبل كلمة واحدة معناها مستقبل. المعنى الثاني قال تعال أجك سوف جلجك سوف يأتي. إذن جلجك لها معنيين سوف يأتي
والمعنى الثاني مستقبل. جلجكتا في المستقبل تافي. نيابمك استدينزي دشندنزم. إذا دشندنز فكرتم مهل. دشندنز مهل فكرتم استدينزي الذي تريدوه. يعني هل عقلنتم الذي تريدونه؟ بالعربية نقول هل فكرتم فيه؟ بالتركية نقول هل فكرتموه؟ يعني هل تأملتموه؟ هل عقلنتموه؟ إذا هل فكرتم ما تريدون؟ استدينزي دشندنزم. هل فكرتم ما تريدون فعله؟ ماذا تريدون فعله في المستقبل؟ هل فكرتم ماذا تريدون أن تفعلوا في المستقبل؟ هنا قال هل فكرت، هي هل فكرتم. وإذا قلنا هل فكرت بمعنى الاحترام نقول دشندنزم. جلجكتا في المستقبل نيابمك استدينزي دشندنزم. الكلمة الثالثة والثمانين جيشمش ماضي. إذا جلجك مستقبل، جلجك مستقبل، جيشمش ماضي. مثال جيشمشتا في الماضي يشانان لر. إذا يشانان الذي عيش معناه الذي حدث. يشانان لر جمع. إذا الأشياء التي حدثت يشانان لر، الأشياء التي حدثت. جيشمشتا في الماضي. إذا جيشمشتا يشانان لر، الأشياء التي حدثت في الماضي. بزي شكلن درر تشكلنا تهيكلنا تصممنا. شكل 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 لندرمك إعطاء شكل. إذا الأحداث التي في الماضي تشكل شخصيتنا. بزي شكل لندرر تعيد تشكيلنا أو تشكلنا. جتشمشتا يشنانلر بزي شكل لندرر. إذا يشكل لنا ما حدث في الماضي. هذه الترجمة ستوك خطأ. إذا ما حدث في الماضي يهيكل يشكل شخصيتنا. الجملة الرابعة والثمانين، الكلمة الرابعة والثمانين بو جن. بو هذا جن يوم، بو جن اليوم. بو جن هوا تشوك جزال. إذن الطقس اليوم بو جن هوا تشوك جزال جميل جدا. الكلمة الخامسة والثمانين دن البارحة. مثال دن أكشام البارحة مساء أركدش لرم لا لا مع أركدش لرم أصدقائي. إذا البارحة مساء مع أصدقائي دونك شام أركدش لرملا بلشتم التقيت. التقيت البارحة مساء مع أصدقائي. أمس مساء دونك شام أركدش لرملا بأصدقائي مع أصدقائي بلشتم التقيت. الكلمة السادسة والثمانين غدا يرن. مثال يرن غدا أركندن من البكير بشكل مبكر. يعني أركندن معناها بشكل مبكر. كالكمام جيركيور. إذا كالكمك نهوض، كالكمم نهوضي من أنا. إذا جيركيور يجب نهوضي، يجب نهوضي يعني يجب أن أنهض مبكرا. أركندن يرن غدا. إذا يرن أركندن كالكمم جيركيور غدا بشكل مبكر يجب أن أنهض. يجب أن أستيقظ مبكرا غدا. يجب جيركيور أن أستيقظ كالكمم أنا يعني يجب أن أستيقظ كالكمم جيركيور مبكرا. أركندن يرن غدا. الكلمة السابعة والثمانين شمدي الآن يعني شوان هذه اللحظة. شمدي الآن برا دا. برا هذا المكان، دا في هذا المكان برا دا. شمدي برا دا الآن هنا أولدوم إيشين لأنني أكونه. أولدوم أكونه إيشين لأنني مطليوم. إذا مطلو سعيد أنا. أنا سعيد مطليوم. هذه لوحدها تكفي. بان مطليوم أنا سعيد. إذا أنا سعيد نيشين لماذا؟ بشيء إيشين مطليوم. أنا سعيد من أجل شيء. ما هو هذا الشيء؟ شمدي بردا أولدوم إيشين مطليوم. إذا بردا أولدوم إيشين مطليوم لأنني موجود هنا. بردا أولدوم إيشين لأنني موجود هنا مطليوم. أنا سعيد. إذا أنا سعيد لأنني موجود هنا الآن. شمدي الآن بردا أولدوم إيشين لأنني موجود هنا مطليوم. أنا سعيد. أنا سعيد بان مطليوم لأنني هنا. بردا أولدوم إيشين الآن. إذا شمدي بان مطليوم بردا بلندوم إيشين أو بردا أولدوم إيشين. ممكن نقول هكذا بردا أولدوم إيشين شمدي بان مطليوم أو شمدي مطليوم. مطليوم تكفي معناها أنا. نكمل ونستمر. الكلمة الثامنة والثمانين سونرا فيما بعد. تأتي مع دن. اشتن سونرا من بعد العمل سينما يا إلى السينما. جدلم لنذهب. جيت اذهب ألم لي مي هل. هل لنذهب إلى السينما من بعد العمل؟ يعني ما رأيك، ما رأيكم، خلينا نروح السينما بعد الشغل ولا ما نروح؟ اشتن سونرا بعد العمل سينما يا جدلم. هل نذهب إلى السينما سونرا بعد. هل نذهب إلى السينما سينما يا جدلم العمل إيش
بعد دان سونرا. إيش دان سونرا سينمايا جدا لمي. الكلمة 89 أنجا قبل مع الأسماء تأتي دان أنجا من قبل. إذن يمك تن أنجا من قبل الطعام. إلر اليد إلر أيادي إلرنز أياديكم يكامانز. إذن يكا إغسل يكا يكامانز غسلكم. إذن إلرنز يكامانز غسلكم لأيديكم أنم لدر در إنه أنم لمهم أنم لدر إنه مهم إلرنز يكامانز يكامانز إنه مهم غسلكم يكامانز إلرنز لأيديكم يمكتن أنجا من قبل الطعام. إذن إنه مهم أن تغسلوا أيديكم من قبل الطعام. يمكتن أنجا من قبل الطعام. إلا رنزي يكامانز غسلكم لأيديكم أنام لدر يكون مهم. من الضروري أنام لدر أن تغسلوا أيديكم إلا رنزي يكامانز قبل الأكل يمكتن أنجا. الكلمة 90 إتشين معناها من أجله، طبعا مرت معنا في الجمل السابقة. بو هدية إتشين، عفوا بو هدية هذه الهدية، سنين إتشين من أجلك. نين إتشين يعني كذا إتشين من أجله، بنيم إتشين من أجلي، سنين إتشين من أجلك، أنون إتشين من أجله. إذا هذه الهدية بو هدية سنين إتشين لأجلك. الكلمة 91 تشينكي تشينكي لأنه. مثال بوغن هذا اليوم، اليوم يعني إف دايم إف بيت دافي أنا إف دايم أنا في البيت. اليوم أنا في البيت بوغن إف دايم ندان لماذا تشينكي لأنه هستا أولدم صرت مريضا هستا مريض أولدو صار. إذا ممكن أقول هستا أولدم صرت مريضا، ممكن أقول هستا لندم مريض كما مرت معنا في جمل سابقة. إذا بوغن إف دايم اليوم أنا في البيت لأنني صرت مريضا. بوغن إفدايم çünkü hasta oldum. أنا في المنزل اليوم. أنا في المنزل إفدايم اليوم بوغن لأنني مريض هستا أولدوم إتشن أو çünkü هستا أولدوم. الكلمة 92 بلكي معناها ربما. مثال يرن غدا بلكي ربما يامور يابلر. يامور المطر يابلر يمكن أن يهطل يامك هطول. إذن يامور يابلر يمكن أن يهطل المطر. يرن غدا بلكي ربما. إذا بلكي أبلر بيجوا مع بعض، ربما يمكن أن يحدث كذا وكذا. إذا يرن ربما يامور يابلر. يرن بلكي يامور يابلر. قد يمطر غدا ربما. قد تمطر غدا نقول في العربية، أليس كذلك؟ تمطر السماء. الكلمة 93 كسين لكلا. كس معناها اقطع. اقطع كس بإقطاع أو قص بالمقص أو هكذا كس. إذا حدا بيحكي وردنا نقوله اقطع صوتك نقوله كس. كسين قطعي تأتي بمعنى حاد. إذا السيف حاد نقول كسين، مثلا كسين بشاك سكين حاد. إذا كسين حاد كس اقطع كسين حاد. كسين لك قطعية قطعي كسين لك لا بالتأكيد. إذا كسين لك لا معناها بالتأكيد. طبعا هي كلمة واحدة لكن استطعنا أن نستخرج منها كم كلمة. كس كلمة، كسين كس اقطع كلمة، كسين حاد كلمة ثانية، كسين لك تأكيد كلمة ثالثة، كسين لك لا بالتأكيد بشكل مؤكد كلمة رابعة. من كلمة واحدة حفظنا أربع كلمات. إذن كسين لك لا بالتأكيد. بوكونو دا في هذا الموضوع، مثال هذه جملة مثال عليها. بوكونو دا في هذا الموضوع كسين لك لا كاتوليورم. كاتوليورم أنا أشارك، يعني أشاركك الرأي. سنا كاتوليورم أنا معك بهالموضوع. بوكونو دا سنة كاتوليورم. بوكونو دا سنة كاتوليورم. هنا نحتاج إلى سنة حتى هنا بدون سنة معناها أشارك الرأي في هذا الموضوع بشكل قطعي. إذا قلت سنة أشاركك الرأي في هذا الموضوع بشكل قطعي. أنا متفق كاتوليورم أنا متفق معك. سنة كاتوليورم معك بالأصل سنين لكن كاتوليورم نقول سنة كاتوليورم أشاركك الرأي. إذا أنا متفق معك بالتأكيد كسلك لا في هذا الشأن بوكونو دا في هذا الموضوع. الكلمة 94 جر مك رؤية. مثلا جر شوف شوف بعينك. جر جر شوف شوف. إذا مثال جاتشان هفتة الأسبوع الماضي. جاتشان ماضي هفتة أسبوع. جزال بير فيلم فيلم جميل. جردم شف شفته ورأيته. إذا الأسبوع الماضي جاتشان هفتة جردم رأيته جزال بير فيلم فيلما جميلا. الأسبوع الماضي رأيت فيلما جميلا. شاهدت
gördüm. إذا أردنا أن نقول شاهدته نقول izledim. Gördüm يعني شفته، شفت غلافه. izledim جلست وشاهدته من البداية إلى النهاية. إذا رأيت فيلما جميلا الأسبوع الماضي geçen hafta güzel bir film gördüm. إذا أردت أن أقول شاهدته أقول geçen hafta güzel bir film izledim. الكلمة الخامسة مثلا ممكن أقول geçen hafta seni gördüm. رأيتك seni gördüm. الكلمة الخامسة والتسعين اقتربنا من النهاية. dinlemek استماع. موزيك دينلمك دينلا اسمع دينلا دينلا اسمع بني دينلا اسمعني موزيك دينلمك الاستماع إلى الموسيقى بالعربية نقول الاستماع إلى الموسيقى بتركيا نقول استماع الموسيقى بني رهطلطر يريحني قرآن دينلمك بني رهطلطر هيجانلاندرر تلو أدر موزيك دينلمك بني رهطلطماس المهم موزيك دينلمك بني بنم جنم سكر يزعجني ممكن أقول يمللني جنم سكر إذن موزيك دينلمك جنم سكر سكر موزيك دينلمك بني راحت سزادر قرآن دينلمك بني راحت لطر المهم الكلمة السادسة والتسعين طبعا هذه القائمة بتحضيري لكن ليس بشكل دقيق بشكل سريع أنلمك فهم أنلا افهم بني أنلا افهمني الآن مثال سويلدينزي أنليورم أنليورم أفهمه سويلدينز الذي قلته لإي مفعول به أفهمه أفهم ما قلته سويلدينزي أنليورم سويلدينزي أنليورم الجملة السابعة والتسعين بالمك معرفة بالمك معرفة في فعل آخر يشبهه كثيرا هو لكن استخدامه قليل عفوا بلمك معناه حد حد الشفرة سن الشفرة سن السكينة بلدي بلمك بلمك المعرفة بلمك ما نسميه حد السكينة حد السيف حدده يعني جعله قاطعا أكثر نقرأ بوكونودا في هذا الموضوع هيتش بير شي بالميورم بالميورم لا أعرفه هيتش بير شي ولا شيء هيتش بير ولا أي شيء إذن بوكونودا في هذا الموضوع هيتش بير شي بالميورم لا أعرف أي شيء أنا لا أعرف أي شيء أنا بان لا أعرف بالميورم أي شيء هيتش بير شي عن هذا الموضوع عن حقندا هذا الموضوع هذا بوكونو موضوع إذن بوكونو حقندا بان هيتش بير شي بالميورم بوكونو حقندا أو بوكونودا هيتش بير شي بالميورم الكلمة الثامنة والتسعين بقيت كلمتين أورنمك تعلم مرت معنا منذ قليل لكن مثال جديد هنا يني بير ديل أورنمك استيورم استيورم أريد أورنمك تعلم يني بير ديل ديل جديد لغة جديدة الكلمة التاسعة والتسعين هطر لمك التذكر هطر لا تذكر هطر لبني تذكرني بني هطر ليورمسون هل تتذكرني وهكذا مثال جيتش مش مرت معنا منذ قليل ماضي جيتش مش تا في الماضي كي الذي الذي في الماضي جزال أنالر أنا ذكرى جزال أنا ذكرى جميلة أنلر ذكريات إذن الذكريات الجميلة التي في الماضي geçmişteki جزال أنلر hatırlamak تذكر هل مفعول به إذن صارت الجملة هكذا تذكر الذكريات الجميلة التي في الماضي geçmişteki جزال أنلر hatırlamak هوشما gider يسعدني هوشما gider طبعا بنيم هوشما gider يسعدني سنين هوشما gider يسعدك أنون هوشونا جدار يسعده بزيم هوشو مزا جدار وهكذا هذه تختلف باختلاف الشخص إذن يسعدني يسرني تذكر الذكريات الجميلة في الماضي جيتش مشتكي التي في الماضي جزال الجميلة أنلر الذكريات جيتش مشتكي جزال أنلر هطر لمك تذكرها هوشوما جدار يسرني الكلمة الأخيرة الكلمة المئة أنطمك النسيان أنط إنسى أنط بني إنساني بني أنط إنساني المثال أدن أنطتم نسيت اسمك أو اسمك أد اسم أدن اسمك الأم مفعول به أنطتم نسيته الأم هو إذن أدن أنطتم نسيت اسمك أو اسمه اسمني أنطتم نسيت اسمك تكرار مجددا سويلة يبلير مسن سويلة قل تكرار سويلة قل مجددا
أبليرمسن ممكن، ممكن تقول مجددا نسيت اسمك، اسمني أنوتو. هل يمكنك يا بابليرمسن أن تعيده تكرار قوله سويلة؟ سويلة يا بليرمسن أنو تكرار سويلة يا بليرمسن، ممكن تعيده. إذن أدن أنوتو تكرار سويلة يا بليرمسن، نسيت اسمك، ممكن تعيده مجددا. انتهت سلسلة اكتشاف أكثر 100 كلمة تركية استخداما مع ترجمتها وأمثلة جميلة متنوعة ما بين السهولة والصعوبة. شكرا لمتابعتكم، دامت البسمة متراخصة على شفاهكم، والفرحة والسعادة والسرور مليئين لقلوبكم، ودمتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.